حصل مني كانت حاجة لا إرادية، كان سحر. أنا والله ما كنت عارف اللي بيحصل مني، أنا ما كنتش بضرب، أنا كان بيحصل مني أفعال لا إرادية. واجتمع على كده أكتر من شيخ إن هو كان سحر. مجرد ما شربت الماء اللي مكر عليها قرآن أنا وعروستي بقيت محمد الطبيعي. ده استكمال فرحنا بعد المشكلة. كان فرحان بيا جدا جدا جدا، ما كانش زعلان ده، بل بالعكس لما شافني كان عمله يشوف، كان شايفني جميله خالص.